أسعد الله صباحك بالخير وسرور متابعينا الغالين. قبل أمس بالرياض جربت لكم الكونان بلاك باج من شركة روز، واليوم بجزر الكناري راح نجرب لكم الأودي الكيو 8 النسخة الرياضية RS Q8. هذه أسرع SUV عند أودي. تذكرون الأودي اللي نزلت العام الماضي كانت 6 سلندر وحجم الماكينة 3 لتر وقوة الأحصنة 340 حصان. اليوم تم تدشين 8 سلندر وبقوة 600 حصان والعزم 800 نيوتن. التسارع من 0 إلى 100 3.8. الموتر هذا اللي تشوفونه وحش معنى الكلمة. هذا المفتاح وهذا شكله من وراء. فئة الار اس مثل ما تقول المرسيدس الاي ام جي عند مرسيدس والامباور عند بي ام دبليو. يصير في تعديل على المحرك وقوة اكثر وملامح رياضية اكثر. شوفوا خلونا نبدأ بالواجهة الأمامية. الواجهة الأمامية جايك الوجه بشكل شرس صراحة، بوجه رياضي، تكحيلات باللون الأسود، الشبك جاي كامل باللون الأسود، فتحات تهوية أكبر. خل بفتح لكم مرة. طبعا الأنوار LED ماتريكس. شوف 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 هذه يسمونها OLED. حتى اللي وراء نفس الوضع. شوف شاء الله تبارك الله. الفئة هذه فيها رادار وفيها تم يخرج عن المسار والأشياء الثانية وأربع كاميرات عاد تختلف من فئة لفئة. طبعا زايد الزوايد اللي جاية تحت، لكن أعطونا رأيكم جمال التصميم الأمامي. الموتر روعة معنى الكلمة ما شاء الله تبارك الله. خلونا نوريكم عن الجهة الجانبية. الجهة الجانبية جنوط بشكل جديد وحجم 23 وجاية على شكل 3D مكحلة باللون الرمادي، هوبات رياضية، كليبرات رياضية وجاية بحجم كبير. الموتر رعب. طبعا ما اقدر انزل لكم تجربة الا بعد 12 يوم، بس قالوا لنا نصور والسيارة واقفة، بس بعد 12 يوم راح انزل لكم التجربة. فهالمقطع بيكون سريع بس على مواصفات. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، شيء من الاخر. اسطبات OLED. برضه انها تشتغل، بس خلينا نجرب مره ثانيه. ولازم انه يكون على الاوتو. هذا اسطبات OLED وهذه اسم الفئه RS Q8. شكله من ورا هنا مخارج الشكمان جايه باربع مخارج، فتحتين كبار داخل كل فتحه، فتحتين مخرج الشكمان. شوفوا كبر حجم الكفرات بس ما شاء الله. الموتر ما ادري ايش اقول لكم صراحه، صوت اكزوز طرب مجنون. هذه الشنطه، شنطه كهرباء اكيد، نفس داخليه الاودي العادي بس تختلف بعض الاشياء زي المراتب، راح تكون مراتب رياضيه. خلونا نسكر لكم الشنطه. طبعا في شيء يجي سك بانوراما على حسب عد كل وكيل دول العالم. هذا الصف الثاني راح يكون التخشيب، هنا كارمو فايبر وهذا المراتب. في التكاية وفي هنا حقات المكيف. السقف هنا كنتارا، هذه اعلى فئة. شوفوا حتى مع الجوانب راح يكون كنتارا. الصوت بيزعجكم صوت الحصى هذا، لكن مو بيدي. اوريكم جهة السواق، هذا جهة السواق. شوفوا هنا كنتارا، التخشيب كاربون فايبر، ازرة تحكم له بنوافذ، كرسي الكهرب، المراتب الجلد اللي جاي على شكل قصة معينات. شوفوا مراتب جاية شبه رياضية او هي رياضية بس بطريقة شركة اودي. نركب ووريكم الباقي. سكر التكاية بالنص. وهذه جهة السواق والراكب، دفع رباعي وفي وضعيات قيادة حتى الأفرود. وهذا الطبول دركسون يختلف عن دركسون الست سلندر. خلونا نقول بسم الله. ما راح تقدر تشغله، ما راح تقدرون تسمعون صوته. يقولون الموتر بس سويتش، إذا بشغل شغل سويتش بس. طبعا الطبلون في تغييرات شبه بسيطة. ليش خاصة بالRS؟ إذا تبي تخليه زي كذا أو بتخليه زي كذا. هنا في رويال إيليا.
كمبيوتر وحش وحش يا شباب والله مجنون 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 بعنى الكلمة. شوفوا وين أنا بقصى غرب أفريقيا مقابلتنا المغرب. شوف مجنون الموتر مجنون. خل بوريكم بعد إيش فيه. هذه أهم الأشياء. وهذا دركسون. دركسون مثل ما قلت لكم يختلف شيء بسيط. علامة الار اس هذه أهم شيء. الشاشتين نفس شاشات العادي الاودي الكيو 8 العادي. هنا يصير راح يكون فيه وضعيات القيادة. عندك هنا الأفرود الرود الكمفورت كل الأشياء هذه عارفينها. وفيه هيدروليك بعد. هذه كلها نفس اللي شارح لكم قبل. وبفصل لكم إن شاء الله بالمقطع الثاني. هنا حقات المكيف والكرسي التسخين والتبريد. وفي مساجة الجير طبعا توبترونيك 8 سرعات. الكاميرات هذه بيكون في 3D نفس العادي ما شاء الله تبارك الله. شوف انه تقدر تشوف اذا شغلته شغل من الاخر. وعندك هنا عدد جنط الكهرب وباقي الاشياء. بوريكم الماكينة هنا شحن وايرلس. خلونا اوريكم الحين الماكينة اللي كثير يبي يطلبها. الفيديو هذا مثل ما قلت لكم فيديو سريع. شوف شوف الرجال يمشي شايفينه. دقة روعة ما شاء الله. بوريكم الحين الماكينة. الأنوار LED ماتريكس. وهذه الماكينة 8 سلندر بحجم 4 لتر وبقوة 600 حصان. نفس مكينة الأورس بس أقل 50 حصان. العزم 800 نيوتن. التسارع من 0 إلى 100 3.8 طبعا توين تيربو. وهذا شكله من بعيد ما شاء الله تبارك الله. أنوار LED ماتريكس. أشغل لكم فليشر وصطبات عشان تشوفونه من وراء. هذه استطبات او LED. قصر لكم الاضاءة طبعا. عندك يهتز النور بس على الطبيعة ما في شيء. وبس سلمتكم يا غالين. ان شاء الله قريبا بعد 12 يوم راح ننزل لكم التجربة وتسمعون وتشوفون الطرب الالماني الاصيل ان شاء الله. بسم الله وبحفظ الكريم.